أهلا، وصفتنا اللذيذة اليوم للي يحبون الأطباق السهلة والسريعة. فيديو اليوم رح أشارككم طريقة رز البشاميل بحشوة الدجاج اللذيذة بطريقة جدا سهلة ولذيذة، ضروري تجربونها. قبل لا نبدأ وصفتنا اللذيذة اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ويلا نبدأ. الوصفتنا اللذيذة اليوم رح استخدم أرز مدعم من العائلة، نفس رز العائلة اللذيذ المتعودين عليه، بس مدعم بالفيتامينات والمعادن اللي رح تساعد وتساند صحة عائلتك وتزيد مناعتهم. والحلو بعد ان رز العائله صار في منه حجم صغير كيلوين بس، متوفر بالسوبر ماركت، جربوه ومتاكده راح تعتمدونه. بقدر عميق راح نضيف اول شيء زيت زيتون، وبعدها راح نضيف البهارات الصحيحه، وراح نضيف الرز بعد ما غسلناه ونقعناه تقريبا نص ساعه. وبعد ما اضفنا الرز راح نضيف على المويه، راح نطبخ على نار عاليه لما يتشرب عند الرز اغلب المويه. وبعد ما يتشرب عند الرز راح اضيف الفلفل الحار، طبعا هذا اختياري، ونغطي القدر ونخليه يطبخ على نار هاديه تقريبا 20 الى 25 دقيقه او لما يستوي عندنا. وبعدها راح نبدأ نجهز حشوة الدجاج. بالمقلاة راح نضيف زيت زيتون، وبعدها راح نضيف صدور دجاج قطعتها شرائح رفيعة بهذا الشكل. ولما يقرب يستوي عندنا الدجاج راح نضيف البهارات. أول شيء راح نضيف الملح والفلفل الأسود، وضيفوا أي بهارات أنتم معتمدينها الدجاج، أنا أضفت البهارات السبعة، وراح نقلبهم زين. وبعدها راح نبدأ نضيف الخضار. أول شيء أضفت شرائح البصل قطعتها شرائح رفيعة، وراح نقلبهم زين، وراح نضيف عليهم الفلفل الرومي قطعته شرائح رفيعة بهذا الشكل. وبعدها راح نضيف الجزر المبشور، وراح نقلبهم زين. طبعا تقدرون تضيفون اي نوع خضار تفضلونه، او ممكن تضيفون الذره اذا تفضلونها. واخر اضافه على الدجاج راح تكون الخلطه البيضاء او البشاميل السريع، اضفت تقريبا ملعقتين او مغرفتين من الخلطه البيضاء على الدجاج، وراح نحمسها على نار هاديه. طبعا هذه الاضافه اختياريه، تقدرون تستغنون عنها، بس انا افضلها صراحه مع الدجاج، راح تعطي طعم ألذ. وبعدها راح نبدا نجهز صينيتنا اللذيذه. اول طبقه راح تكون الخلطه البيضاء، اضفت تقريبا ملعقه او ملعقتين من الخلطه البيضاء اللي هي عباره عن قشطه وجبن سايل وكريمه طبخ، راح اكتب لكم طريقتها او مقاديرها بالضبط بالوصف. وبعدها راح نحط طبقه اولى من الرز. شوفوا ما شاء الله الرز كيف نثري عندنا وكيف حبته طويله، مره انصحكم تجربون رز العائله المدعم. وبعدها راح نضيف الحشوه الدجاج اللذيذه اللي سويناها مع بعض، وراح نوزعها زين بالصينيه. راح نغطي الدجاج بطبقه ثانيه من الرز، وراح نضغط عليه زين. وبعدها راح نضيف الخلطة البيضاء أو البشاميل السريع، وممكن تستخدمون البشاميل العادي إذا تفضلونه. وعلى الوجه راح نضيف الأجبان، أنا استخدمت هنا جبن موزاريلا وجبن تشيدر، وأضفت عليها البهارات الإيطالية، ممكن تستغنون عنها. وراح ندخلها الفرن لما تتحمر عندنا، تقريبا دخلتها على حرارة 180 لمدة 10 أو ربع ساعة، ومن فوق حمرتها لما طلعت معاي بهذا اللون الحلو، زينتها بشرايح الليمون. ووصفتنا اللذيذة صارت جاهزة. اللي يحبون الرز أو يحبون الأطباق السهلة والسريعة ويحبون الصواني، جربوا هالوصفة، متأكدة راح تعتمدونها، وخلونا نجربها مع بعض. جدا لذيذة، مرة أنصحكم تجربونها، وبالعافية عليكم يا رب. إذا حبيتوا وصفتنا اللذيذة اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وأشوفكم بالوصفات الجاية إن شاء الله.